فيكم في فيديو جديد معكم ديمة. الفيديو لليوم رح يكون عن هو انه فلوج ويعني بيوم عيد ميلادي يعني هيجي حبيت اني اصور فيديو لان صراحة يعني شوية واهس الرسم شوية تعبان وهم الفيديو الاخير كان مو رسم فحسيت شوية بالذنب انه يعني شوية طلعنا على الرسم بس عادي اوكي okay. فاليوم رح يكون فيديو عن عيد ميلادي. طبعا هذا الفيديو صورته يوم 2/8 بس رح ينزل صراحة ما اعرف شو وقت لانه تعرفون المونتاج وتصوير وهاي فاين شوي اخذ وقت بما ينزل الفيديو فبس يلا خلينا نبدا. اوكي قررت ارسم الحارسم فتشي يعني يكون بسيط وما بهواي تفاصيل او تلوين. بنص انا اذا ارسم او اذا اصور مو قاعدة تعلم زين الكيكة مال عيد ميلادي فوقفت ارسم وبلشت اني اصور لكم. اوكي طبعا تتحابني اصور لكم شكل الكيكه لانه هو مو بعيد ميلادي زيناها فضميت حتى تبرد وباليوم الثاني يعني سوينا الاحتفال مع عيد ميلادي ما اعرف ايش دائما صار انا اتمنى في اليوم ان نحتفل بنفس اليوم عيد ميلاد بس ما اصير. المهم بس كان دنيا الليل وصراحه يعني للاسف ما قدرت اصور لكم كيكه فاعذروني. وهم اكتبوا لي اقتراح فيديوهات انا صراحه بني اسوي لكم يعني انه فلوج نروح نشتري اغراض المدرسه ف شنو رأيكم يعني ما طول المدرسة قربت بس احنا بالعراق بعد بس يعني اكو هواي دول راح تبلش. Better luck your friend.